كيف يمكن الحصول على مرشد ديني لكي يسأله عن أمور دينه في الحرم الشريف؟ الحرم الشريف فيه مدرسون في مختلف نواحيه من كل جهة، لا تأتي إلى جهة إلا وفيها مدرس أو أكثر من مدرس والله الحمد. فبإمكانك أن تدور ولن تمضي بعيدا إلا وتجد من المدرسين من يرشدك إن شاء الله إلى ما اشتبه عليك. نعم.